بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، نواصل الحديث معك عن بقية شروط الصلاة. فنقول: من شروط الصلاة استقبال القبلة. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والقبلة هي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها ولأن المصلي يقابلها، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجز له العدول عنه. ومن كان قريبا من الكعبة لكنه لا يراها لوجود حائل بينه وبينها اجتهد في إصابتها والتوجه إليها ما أمكن. ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض، المشرق أو المغرب، فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة، صححه الترمذي. وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك. فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك. ولا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي في بر أو بحر أو مشرق أو مغرب، إلا العاجز عن استقبال الكعبة كالمربوط والمصلوب لغير جهة القبلة. إذا كان موثقا لا يقدر على استقبال القبلة فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة، لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكلا في حال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة، وكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة، وتصح صلاتهم لأنه شرط عجز عنه فسقط. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ورد في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ويستدل المسلم على القبلة بأشياء كثيرة، منها الإخبار. فإذا أخبره عن جهة القبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره، إذا كان المخبر مستيقنا جهة القبلة. وكذا إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم. قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وكذلك يستدل على القبلة بما حدث من الآلات التي تعين الاتجاه، فإنه يتخذ هذه الآلات أدلة على القبلة. ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحل النية القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فينوي بقلبه الصلاة
التي يريد أداءها كالظهر والعصر بحديث إنما الأعمال بالنيات، وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير بعد دخول وقت الصلاة فلا بأس بذلك. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت. ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فتحضر جماعة ويريد الصلاة معهم، فإنه ينتقل إلى نية النافلة ويتمها ثم يقوم ويصلي مع الجماعة. أيها المستمع الكريم، إن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددا ما أنزل الله بهما من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم نويت أن أصلي فرض كذا وكذا عدد كذا وكذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها، يعني النية، ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به أو كرره، إلى أن قال رحمه الله وبعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي في ذلك وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. قال الشافعي رحمه الله إن الصلاة لا بد من النطق في أولها، فظن هذا الغالط أنه أراد النطق بالنية وإنما أراد التكبير. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة قد يدخل في الرياء أيضا، لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه إلا ما ورد الدليل بإظهاره. فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة، عاملا بالسنن، تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدرها. فقال الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، والله يعلم نيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات، الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.